التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. بعد ما شاهدتوا الأشواط الرئيسية بالنسبة للإبكار وشوط الجعدان عندما ذهب إلى أهالي ميدان الجبيب إلى منطقة الهير مع أيضا حمد بن شامس بن معتوق العامري الذي انتزع شوط الجعدان الرئيس، ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط جديد من أشواط الخير، من أشواط الخير والبركة، وهو يعتبر شوطنا الثالث في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الإبكار اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. مسافتنا هي المعتادة الأربعة كيلو كيلومترات الذي يتنافس عليه الجميع. نسير مباشرة إلى الصدارة، نسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا يتقدم على مقدمة هذا الشوط شعار عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي على ظهر الجافل في مقدمة هذا الشوط. النقلة مباشرة إلى ثاني المراكز ليجد أسيل زايد بن سعيد بن زايد المزروعي أهالي الظفرة واصلين مع المركز الثاني، بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثالث الغادم الدكتورة. الدكتورة هذا اللي ما في طب يتقدم في هذه اللحظة شعار بسالمين، يقدم لنا الدكتورة حامد بن محمد بسالمين العامري يتقدم في المركز الثالث، بينما أتابع المركز الرابع. من اللي وصلت؟ من اللي تقدمت؟ هذه المتحدة، المتحدة قادمة من المصانع الجنوب التراثية، يقدم همسلم بالرملي بن محمد العامري في المركز الرابع، بينما أجد على المركز الخامس القادمة مراسيل لحمد بن شامس بن معتوق العامري يتقدم في المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمسة المراكز الأولى، أسماء قوية، شعارات لها تاريخ، لها إنجازات في العام الماضي وبالأعوام الماضية، سجلات حافلة بالإنجازات، ولكن أسماء ما بعد الخمسة، أسماء قوية، أعداد هائلة حاضرة في هذا اليوم في مكرمة رئيس الدولة. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الأسماء التي تقدمت على مقدمة هذا الشوط في البداية الأولى. الجافل على المقدمة، عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي ممثلا إلى أهالي ند شبا، إلى أهالي منطقة ند شبا، يتقدم على الصدارة. ولكن الدكتورة بدأت تغير من مركز إلى مركز آخر، يقدمها حامد بن محمد بن سالمين العامري بمتابعة الدكتور، دكتور التضمير صالح بن محمد بن سالمين، من يتابع هذه عملية التضمير والتدريب. بينما اللي تصدرت المقدمة الأولى المتحدة مسلم بالرملي بن محمد العامري. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات القوية. ولكن اللي وصلت في المركز الرابع تقدمت في هذه المنافسة القوية مراسيل حمد بن شامس بن معتوق العامري. يا هي شعارات تذكرني بالإنجازات، تذكرني بالحضور، تذكرني بالمنافسات القوية. ولكن اللي وصلت في المركز الخامس في هذه اللحظات متعبة متعبة متعبة، أحمد بن سعيد بالمر السبوسي الخمس المراكز الأولى، الكيل
الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، الكيلو المبدع، الكيلو الممتع. ولكن الدكتور، 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 صدرت الأوامر، صدرت التعليمات على الدكتورة في المقدمة حامد بن محمد بن سالمين العامري. ولكن الجافل، الجافل، المنافسة، منافسة قوية بين أهل ند الشبا، بين أهل العين، بين أهل زاخر، المنافسات القوية الدكتورة. ولكن أهل الحير انضموا إلى الكوكب الثلاثية وطارت الدكتورة، الدكتورة. سلام الله عليكم يا أهل العين، سلام الله عليكم يا أهل زاخر، تهانينا لحامد بن محمد بن سالمين العامري، والتحنية لصالح بن محمد على فوز الدكتورة وانتزاعها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني من وصلت، هذه هي مشاهدين الأعزاء من تقدمت في المركز الثاني، مراسيل لحمد بن شامس بن معتوق العامري. والمركز الثالث الجافل وصلت بأداء متميز وجميل بشعر عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. والمركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام على رابع المراكز من خلال وصول هذا الشوط ومنافسته القوية، شوط ملتهب. هذه هي المتحدة من وصلت في المركز الرابع بشعار مسلم بالرملي بن محمد العامري. يا هي متعة وإثارة، يا هو منافسة قوية في هذا اليوم. هكذا الحضور بين هذه الشعارات القوية. هذه هي الدكتورة تفوقت بناموس هذا الشوط لتهدي أهالي مدينة العين، بالتحديد إلى أهالي أيضا إلى أهالي منطقة زاخر، مع أيضا حامد بن محمد بن سالمين العامري الذي انتزع ناموس هذا الشوط برفقة الدكتورة. دكتورة قطعت مسافة السباق لحظة وصولها بست دقائق و11 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وتهانينا لكل مختطفي نواميسي هذا الصباح الجميل، وحظ نوفر لمن لا يحالفه الحظ في الأشواط الماضية. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين في الأشواط القادمة.